بعد 24 عاما قادتها في المنفى رئيسة حركة اتفاقية المواطن تمر الهدى أسيل أغابش عادت إلى أرض الوطن لتشارك في بنائه، ذلك استجابة لسياسة اليد الممدودة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو بهدف المشاركة في عملية السلام والوحدة الوطنية. وكان في استقبالها بمطار حسن جاموس الدولي كل من وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الرحمن غلام الله ووزير العدل هامي الأختام محمد أحمد الحبو، بالإضافة إلى عدد من أقاربها وأصدقائها. دور كل الناس تكون موجودة في البلد ويتجه يعني أخواننا القاعدين برا كمان ونكونوا وطننا ونتطوروا، يعني محتاجين لهذا الآن، يعني لازم نجوب السلام في البلد لكل الناس إن شاء الله. عودة تمر الهدى لقد تركت انطباعات جد إيجابية لدى أحد أقاربها. الأسرة كلها فرحانة والشاد كلها فرحانة من دور الشاد من هنا قدام بوحدة وسلام وشاد إن شاء الله تتقدم. ومن ناحية أخرى رئيسة جمعية السعادة لتمكين المرأة أشادت بالخطوة التي قامت بها تمر الهدى أسيل أغابش. البلد الآن في وضع يدعو إلى السلام ويدعو إلى أن الجميع الذين خارج البلد أن يأتوا ويمدوا أيديهم لبناء هذا البلد. نداء رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية لأبناء الوطن للعودة من أجل المشاركة في الحوار لقد وجدت آذانا ساقية من قبل المتواجدين في المنفى، وهذه الخطوة ستسهم في بناء الدولة والسلام والعيش المشترك بين الجميع.